حكاية البويا المرايا اللي نشوف في راسي ومالي مالي شبيت الحالي فراق الغالي تمنيتك حدايا خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها خليتيها مروقة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ونظام جديد بنات وزعامة وبنات الحديد يحتاج لحبيب مع قريبي وعزيفي حبيبي أنا ما بيدو حيلة راه تشوى وقلبي هنيتك في أنا يا غنداوي خليتي غمرة واقفة قالي وصيتي حافظة واش الدنيا وقادة ودار عليها وبنات الحديد دنيا دوامة ومقام جديد بنات وزعامة الحديد دنيا دوامة مقام جديد بنات وزعامة وبنات الحديد كون زدتي تعطلتي شويه كنتي غتلقيني مشيت للرونديفو ديال لابونك بوحدي رخصك تمشي لابونك بوحدك حتى انا ما عندي لا كان لا خاطر وصافي غيان شوشي قلق على المارشي اللي مشينا البارح غتقلقيش مشي مارشي يجي مارشي مازال غندخلو مارشيات وغادي نربحوهم ان شاء الله الا كان كيبان لك مارشي ومشى لينا وصافي سالاتنا انا كتبان ليا فاطمه هزات السلاح وباغات تيري فينا حتى ديك الورقه ديال الضرائب اللي كنا لاعبين بها مشات السيدة خلصات الضرائب ديالها وبغات تسد علينا البيبان كاملين ماشي مشكل ماشي مشكل فاطمة ماشي هي اللي عندها السوارت باش تسد علينا البيبان كاملين السوارت عند الكبار وحنا الا مشينا غير بشوية بشوية أكيد غنلقاو بلاصتنا وسط منهم شي باش كتعجب ليا تبقى دائما أوبتيميست تانتي خصك تكوني اوبتيميست سليمان انا كيبان ليا تمشي عند فاطمه نطلب منها السماح وانا كيبان ليا خصني نطلب السماح منك انتي تعطلتي لا بالعكس سي فغي في الاول كنت ترددت شي شويه ولكن دابا جو سيغ 100% انا باغي نكون معاك انتي تعطلتي على الرونديفو ديالك اوكي تعطلتي على الرونديفو ديالي تعشي معايا اليوم من هنا العشية حلا اوكي بابا بغيتي فلوس عافاك فيق ليهم بكري سامي بونجور صافا مونيا الحمد لله شحال هادي من بنتي لي الصباح تنتي شحال هادي ما بنتي لي بالليل ولاجي كتسالي خدمة بكري هاد الايام الخدمة ماشي هي البيو باش تقدر تجيب دي مارشي ودي بروجي خصك تفيق اليوم بكري حنا بحالنا بحالكم قرايه ماشي هي المدرسه كنعيا وما نتقاتلو في الاخر كيقول لك ما كدير والو فهم ما نسولك سولي تا مامون الفا بيان كلشي هو هذاك مالها ياك لاباس بيني وبينك كدير دي شوا كتفهمهم غير هي في السوق هادشي ماشي ديال عائلة تامي هادشي كيخسركم فلوس بحالاش دخلت على واحد لوزين بالتيران ديالو وهو ما ساوي حتى حاجه في السوق وهادشي خساره ماشي ربح افيكتيفمون وانا هادشي علاش بقى فيا الحال كيضرني خاطري حيت هادشي فلوسكم رزقكم رزق منير رزقك انت وشحال تكون خسرات في هادشي فلوس كبيره وانا اللي ما فهمتش واش منير زعما يكون موافق على هادشي
سامي شديتك على القرايه يمكن ياك. لا ما كاينش مشكل هانيه، انا هو الباترون ديال الفاك، تمشي وقتاش ما بغيت. بون كوراج. تهامي هو فاش اللي كتجي لافاك وانت ما قاريش؟ انا اول ما لافاك تنجي نطلع على شغلي، اصلا ما كاين ما يدار، قلت نجي نتسنى وساره سالي ليكزام ديالها. تسنى ساره منير راسك الوالده شرات اوزين والتيران ديالو بالخساره. شكون قالك هاد الهضره؟ انا راه عايش في دار كيتشتريتو فيها الدواسه كل نهار. واش هادشي بصح ولا هي هضره دايره؟ راه كنهضر معاك، راه شرات اوزين بزباله فلوس مساوي والو. بيع وشرا هو هاد البارح بحات في لوبال، اليوم خسرات فلوزين، شنو فيها؟ منير الوالده كدير هادشي ضد سليمان ومنير. انت شدك الله في راي شنو كاين فيها؟ تكونسونطري على قرايتك هي اللي تنفعك. هيا جات ساره مالك صفره ياك لاباس؟ ليكزام كان صعيب بزاف، عصرونا ديال بصح، ولكن دوزت مزيان. لا ما عندكش مناش خافي، بريباريت معاك وعندك ما تقولي، غيكون خير. تبارك الله على الاستاذ ديالنا. ميرسي مولاي. نسيت ما عرفتكمش على جمال. جمال انا صحابي هاد لابرونش كيديروا هاد الدريات، مرتاح انت فهاد لابرونش؟ تامي عزيز عليا ضحك على جمال ياك التامي. مشيو نضيفو له شي خنج. لا انا عندي ما يدار. سلامة ساره. وناقص واحد ناقص مشكله. ناقص ثلاثه ناقص بزاف المشاكل. يا غادي الجديدة يا ديني معاك عاد هذا فين غادا؟ قلنا لك فين غادا؟ رحت البوطة علال. ايوا سديها تسد فمك راه طالعة منك نوض بطلع لك غسل حالتك. قلت لك فين غادا؟ مسخرة موتو بالجوع؟ حطي لاكارت والتليفون وجيب لي معاك واحد باكي ديال الكاروس سون فيلتر. وجيب قريعه وجوج كويسات ونجلس نقصر معاك وكون تحشم. شتي كل جيك كتفلسفي راني واش معاك وما كتعاود الاخبار المسائيه والنشره الجويه. عيت علال وعيت وعطى لي ابتساعه خرج درك عليا كمارتك بغيت نتنفس ما بقيتش عارفه كيفاش نتنفس. نفسي بالاخباري سطيتي ولا مالك راني دويت معاك. اللي جهدك ديرو تفرقع. انا غادي نتفرقع على ولدي كمال. كرس جلس الله ياخذ فيك الحق الله يعطيك غباره. واش ما عيتيش؟ رجعتي داك السم ديالك وليتي باغي تسمم علينا حياتنا. السم شي السم ولا كيتوحشني كيقول لهم فين هو علال؟ اين هو علال؟ جيبوا لي علال. عندك السهر علال لا ولي يدري عليك ضرني. اما قسما بالله تنت مكرك ما عرفتنيش علاش قاده. علاش قاده؟ انت علاش كتقلب؟ باغا تهربي باش تمتعي بالولد انت وخوك. هذيك هي اللي ما يمكنش تكون. احنا بثلاثه يا ما فيش. واش ما عيتيش؟ ما بغيتيش قاده. بعثوني وانا صغيره الراجل قد باب سميت الفاتحه. شنو باقي باغي مازال؟ علاش كتقلب؟ بغيتك تحطي التليفون هنا وبغيتك تجيبي لي باكي ديال الكاروس سون فيلتر. سهله. يلا سيري وما تعطليش راني مقطوع. كنس با بس عليك دوز دينار مزيان. مالك منير ياك لاباس؟ تسمع شريتي شي وزين بالخساره. شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ ماماك ولا حسن؟ لا ماشي هادشي منير. انا وياك راه معطيين العهد فوق راس با الله يرحمه.
مكايناش نقطة ديال الغدر بيني وبينك. هاد المرة إلا سمعتي شي حاجة جي عندي فاس قولها لي وغادي نشوفك. مابقيتش تعمر راسك بهضرة عباد الله. كنت مجمع مع تامي الصغير هو اللي قال لي هادشي. فين عمر داك الفنيان كان كيفهم في لافيري ولا في الخدمة؟ ولا معمر اللي راسو باو الميكروبا ديالو؟ أختي هادشي اللي بيناتنا أكبر من الفلوس أكبر من أي حاجة أخرى. مابغيتش دوك الفلوس تخسريهم ضد فمونيا وسليمان. اش كتعرف على اختك؟ الكلمة. أنا كنعطيك الكلمة. عمري ما غنخسر فلوس با داكشي اللي بنا حياته كاملة على قبل شماتة وميكروبا. داك الوزين غنجيب منه الدهب. كديري شغل المعلمية هذاك. ثق فيا. كنتيق فيك. على العربي عربي بلا تعافك ولا ما تقطع الله يرحمك الوالدين. اسمعني اش غادي نقول لك. فكري من العله راه عيت ما كتقدري تخرج نسخر على برا خنقني. انت اسمح لي اسمح لي. شوف اي حاجه قلتيها لي غادي نديرها بالحرف. الله يرحمك الوالدين اللي ما فكني منه وانا مزاوقه فيك. بغيتي توصلي لي شي ميساج قولي لي فوجي. ما تخلينيش كنتسنى في ريستو. ميساج هو اللي وصلني البارح. عرفت فاطمه شنو باغا دير بلوزين. ما عندها ما دير به. فلوس ضيعه في الخوا وصافي. كتجري باش تجيب الرخصه ديال بني. سيتي زون اندستريال هذيك ما غاديش يعطيوها لها. قالوا لي غتبني خيريه. عائلة تامي كيديروا خير غير هكاك. صباح الخير ابا الجعبه. تاش من صباح الخير اش من صباح الخير. انت فين خبرتي هادي جوج سيمانات؟ اللي سمعك تقول هاد وحشتيني ابا الجعبه. كنت خدام مشغول. خدمه وجره شويه راه كاينه هنا لداخل في لافيراي ماشي على برا. اش كنتي كدير برا؟ هادشي باش كتعجبني كتفهمها مع الطيور كطير. ماضي بحالك بحال الطوله. فاطمه عندها الزهره. هادشي بزاف على الزهر. المارشي الاول نقولوا ما فيه باس. الثاني والثالث بزاف راك حريفي كتفهم. انا اللي كنعرف هو اللي بغى يدير الخير. ما كيبرحش بيه قدام الناس. هذاك وقتكم
اما دابا وقت واحد اخر عابك لي كلشي كيسرق الخبار. ونزيدك دوسي جديد، كنوجدوا لواحد الحفله كبيره باش نفتتحوا دار التامل للايتام وتحضروا لها الصحافه والناس الكبار. كما كيقول لك لا درتي الخير تلقى الخير، داكشي علاش عطاو البيرمي ديال البني، فهمتي؟ هاك اخبار جديده ديها وديعها، انت راه وليتي اكثر من الواتساب. عرفتي علاش دارت هادشي كله؟ راه باش تكتب عليها الصحافه وتبان وتنخوها مع راسها. هي راه يكتبوا عليها الصحافه، انت اللي غتبقى مردوم في لافير. سير مزيان. ما نزقدو حتى شي حاجه العربيهك. هذاك الشيء اللي جيت بكري نيت غير باش نوقف على الشغل كامل. الوالي ورئيس المجلس هذوك هما الاولين اللي تعلموا، مسؤولين ديال المدينه، اعيان الناس ديال لافيراي الكبار، الجمعيات الخيريه خصوصا ديال الطفل، الصحافه، كلشي غادي يكون حاضر ان شاء الله. مزيان. بغيت هذه الحفله ديال التدشين نهضر عليها الصغير والكبير. الفيلا فين وصلت في التوجد؟ طريطو راه خدام كي انستال، هاد العشيه كلشي خصو يكون واجد. الحمد لله ربي ما خيبنيش، رضات با واقفه معايا. إلا تعلم شي حاجه من ديك مونيا لان العلاقات مهمين بزاف في الخدمه. عرفتي هاد الدار الايتام شحال غترجع علينا بالخير؟ عرفتي كون كان باك باقي في الحياه الله يرحمه كان غيكون فرحان بيك. داكشي علاش درت الدار الايتام بسميتو، بغيتو ما يتنساش، يبقى ديما في الحياه. عربي بنتي ليا ماشي هو هذاك، مالك خايف عليك؟ مناش خايف عليك من الحقاده والحساده، العين محطوطه عليك، شفتي نهار يريبوك. ما عند المقص ما يدي من الدص، راني فاطمه الكماشه، راني بنت الحديد. ريس اللي كانت خدامه عنده مونيا هو والناس ديالو البنكه هي حتى اليوم ولا لا؟ كاع الناس ديال البنكه كلهم وصلتهم الدعوه غادي يجيو. قال لي عنده علاقه بلافيري غادي يحضر. مزيان الله نوض وجد لي شي كوستيم مطرطق، راك البرادرو ديالي. كون يعني انا غادي نمشي من قبل الشغل، خليك نجيها. سير سكنلف انا غنمشي لمريم. تحضروا لهذا الحفل ديال انطلاق بناء دار التهاميل للايتام، اللي هو انطلاق بناء دار التهاميل للايتام، انطلاق بناء دار التهامي للايتام، انطلاق بناء دار التهامي للايتام. فاطمه من امتى وليتي كتوجدي وتحفظي داكشي اللي تقولي؟ من نهار ما تبا خصني نحفظ صوري ونعرف مزيان اش كنخرج مع فمي. ما ديرش كرافات؟ انا ما بغيتش نحضر لهادشي، قالت ليها كرافات. علاش؟ انت عارفه اني ما عنديش مع الناس بزاف والصحافه. لا تحضرها منير. علاش؟ كي كيعجبك دير الخير. اه يوا قد بيه. سمح لي اخويا غنقولها لك، عولت على الخلا. رحت لها عمك حفرات وما بغاتش تطيح فيهم، ولكن الثالثه والله ما غنزقلها حتى تزقلك هي بعدا. الله يخليكم، سمحوا لي بغيت نقول واحد الكلمه. مرحبا بكم وشكرا بزاف حيت جيتوا تحضروا لهذا الحفل. اليوم كنعلنوا انطلاق الاشغال ديال دار التهاميل للايتام. سمحوا لي غادي نهضر بلسان الحاج التهامي الغرباوي الله يرحمه. كان هو مول الفكره ولكن اللي متخطفاته. با بدا من الزيرو ووصل لهذا الشيء كامل اللي كتشوفوا فيه. با ما كانوش كيهموا الفلوس، كان كيهموا شنو غادي يدير بالفلوس. هو الله يرحمه كان كيدير الخير بالستره، ولكن انا وخويا ولاد اليوم غادي نكملوا طريق با وغنديروا الخير، ولكن غنبينوه للناس باش يديروا في حالنا. هاد البلاد محتاجه لوليداتها
وليداتها محتاجين الناس فحالنا. داكشي علاش خويا منير هو اللي غادي يتكلف بالخيريه وغادي يكون مسؤول عليها، حيت حتى هو حافظ الوصية المرحوم. شكرا لكم بزاف، مرحبا بكم. فاطمة، من عمر با كان كيفكر يدير شي خير؟ ضحك الناس كتشوف. إلا ما كانش كيفكر يديرو خلينا باش نديرو حنا بسميتو. منير، سميت با ما خصهاش تقاس، إلا قاسها الما غتصدى. ضحك، وسير لعند ناسك، راك أنت المدير، الحفلة ديالك، مخبى. تسني شي حد؟ لا خليك، انا نشوف شكون. ياك لاباس عاوتاني. بسم الله، شويه الحلاوه باش تدوزوا الحرقه ديال المارشي اللي مشى لكم. ياك الخير جامي وخير كتير. اخ بلس 5 الخير ما كتعرفوش ليه. قول له هاد اللي عنده شي حاجه تخرج معايا فاس، ولا ما تقدش عليا انا سليمان. تعطي اتساع لولدي ولخويا منير ولا ما غيعجبها حال. بقى ما بغيتيش نسالي هاد الحرب، انت اللي بديتي. عندهاش كاميرا علاش تحشم؟ جاية حتى لهنا باش تشفى فينا. سارة شهد سطيلة؟ كنت مع الدراري كان بريباريو هاد القراية. عندكم فيها الدراري؟ اه الدراري ليزامي دو كلاس. شنو فيها؟ ولا شي اختي تال هاد الساعة؟ هذاك الباسل ديال تامي الصغير هو اللي عطلنا. تامي ولا منير؟ شنو كتخربقي؟ منين يهضر معاك جاوبيني. واش كان معاك منير؟ ما كانش معايا منير، كان معانا. هذاك منير آخر مرة ترافقي معاه، وعائلة تامي غتعطيهم اتساع. سليمان ماشي من ديك العائلة. شهد قلة الاحترام. سمعيني، ما حدك عايشة معايا في هاد الدار غتبعي هضرتي، وهاداك الشيء اللي كنقول لك حيت أنا اللي عارفة مصلحتك، وأنا اللي عارفة هاديك العائلة اش كتسوى. تفاهمنا؟ كنهضر معاك جاوبيني. تبحي على خير أموني. بونجور. بونجور بوزوبح، بغينا نزيدو 20 طن ديال الحديد. ومنين غنجيبوها لي؟ هادشي فاش لقيتيني كنفكر. حتى شي كروسيس ما باغي يبيع. فاطمة دايرة خدمة نقية، سد علينا كاع البيبان. سنة ومن السوق كله غيتباعها. جات بلاصة با و إلا غاسيغي خدات مارشيات نستقوا فيها. قلنا السيدة تدات عطلعت بحال شي صاروخ. صدقت ما تويلاش، ما كنتش طاربة لي هاد الحساب كامل. كتحكرا هادي تخيز انتيليجونت. تسولوني انا عليها، انا اللي عارف اش كتسوى. بغيت نعرف فين طحتي عليها. بن سليمان
الفيرما ديال با تامي فجاتو فيرما وسيد عندو فيرمات عندو الفيلات المكازات ديور تامي فلوس الحديد كلها كان كيحطها في الارض من غير الفيلا اللي ساكن فيها عندو دار وحده قديمه في بورغون عفاك نقدر نسولك؟ مرحبا لالا الدار ديال تامي شمن ايطاش؟ هي الدار الاولى على اليمين كيقولوا باع قبل ما يموت ياك؟ الهضره هادي ما كايناش الدار مازال فيها مرتو وخوها بصراحة تسوليني شكون انتيا؟ انا من العائلة ديالو هي مشرفين مشرفين لالا ميرسي مشرف أنا جاية أسمعك سوالتك مرة جاية سلام السلام كنت قلبي على شي حد أختي أختي كنهضر معك كنت قلبي على شي حد نسي اللي تعرف قلي بالك انت عليا سمحي لي ما عرفتكش شكون انا مونيا سمحي لي ما كنعرفتش وحده سميتها مونيا دابا تعرفيني مزيان سمحي لي اختي بنتي ليا باقي ما عرفتش ولا شي ياك انت مرة تامي
بلبي بلبي بلبيها.